دشن معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية مبادرة وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمراني بإطلاق 100,000 سمكة مستزرعة محليا بواسطة خبرات وطنية ترمي إلى تعزيز المخزون السمكي. وأكد معاليه لدى تفضله بتدشين المبادرة أن إطلاق حوالي 15 طنا من الأسماك المستزرعة محليا يعد لبنة من لبنات التوجيهات الملكية السامية بوضع وتنفيذ مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء، حيث كرست الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جهودها من خلال وزاراتها والجهات المختصة لإعداد استراتيجية وطنية شاملة تعنى بالأمن الغذائي، وسيكون الاستزراع السمكي والاستثمار فيه أحد أهم محاورها. وخلال الزيارة أكد معاليه أهمية المبادرات الرامية إلى تحقيق أمن غذائي مستدام ومواصلة تشجيع القطاع الخاص على توجيه استثماراته نحو هذا الهدف، لا سيما في مجال تربية الأحياء المائية، حثا وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على تحفيز النظم المبتكرة للنهوض بنوعية الإنتاج السمكي وكمياته عبر الاستفادة من فضل الممارسات الدولية المتبعة. كما وجه معاليه الوزارة إلى مواصلة استزراع الأصناف السمكية التي تلبي احتياجات وذائقة المستهلكين المحليين وتفضيلاتهم الغذائية على نحو يضمن توافرها على مدار العام. وعلى هامش الزيارة التقى معاليه بعدد من المستثمرين البحرينيين الذين قاموا باستئجار قسائم استثمارية براس حيان مخصصة لغرض مشاريع الاستزراع السمكي، معربا معاليه عن شكره لهم كونهم باكورة الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص. كما استمع معاليه إلى شرح من سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الذي أكد تهيئة المركز الوطني للاستزراع البحري ليتلائم مع متطلبات المرحلة المقبلة. تعزيزا لاستراتيجية الأمن الغذائي، تشرفنا اليوم بتواجد وتحت رعاية معالي نائب رئيس الوزراء معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنى التحتية بإطلاق المرحلة الأولى من الأصبعيات والأسماك من أسماك الهامور والسبيطي والميد في مركز في هذا المركز مركز رأس حيان للاستزراع السمكي، وهو أكبر محمية طبيعية موجودة في البحرين. الغرض الرئيسي من هذه الإطلاق هو تنمية البيئة البحرية وزيادة المخزون السمكي الوزارة، ومن خلال عمل وكالة الزراعة والثروة البحرية نعمل على زيادة المخزون السمكي وتربية الأصبعيات خاصة بالنسبة إلى الأسماك البحرينية مثل الصافي والسبيطي والميد والهامور. لدينا استراتيجية واضحة لرفع القدرة الإنتاجية للمركز من 1.5 مليون أصبعية إلى 3 مليون لهذا العام. طبعا يتميز المركز أيضا بإنتاجه للغذاء الحي، حيث استطاع القائمون في المركز على تنمية الإنتاج أو زيادة القدرة الإنتاجية من الغذاء الحي. هذا العام وصلنا إلى 5,000 لتر في اليوم، هذا يساعد في انخفاض تكلفة إنتاج الأصبعيات وتربية الأسماك في مملكة البحرين، ومن ثم أيضا ينعكس ذلك على المستثمرين وعلى أيضا تعزيز المخزون السمكي.